جهمية عندهم ضلال كبير جدا، وهم من شر أهل الكفر ومن شر الطوائف. بل سئل الإمام أحمد قيل له، قال له رجل: أصلي خلف من يشرب الخمر والمسكر؟ قال: لا. قال: أصلي خلف جهمي؟ قال: أنهاك عن الصلاة خلف مسلم، فكيف أدعوك للصلاة خلف كافر؟ يعني ديل من أكفر أهل الأرض. ليه يا جماعة كفار المرجى؟ لأن من أبرز عقائدهم ثلاث عقائد كفرية واضحة جدا. العقيدة الأولى يقولون بأن القرآن مخلوق. بيقولوا ماذا أنت بتقول لهم؟ القرآن كلام الله، والله كلامه ما مخلوق. الله كلامه ما مخلوق، وده كلام الله، والله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. دي العقيدة الأولى الكفرية، ودي واجههم فيها الإمام أحمد وكذا وكذا. العقيدة الثانية الكفرية عند الجهمية أنهم لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، ما بيثبتوا الصفات لله، ولذلك يعتقدون أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى، يناقضون القرآن تماما. عشان كذا شيخ الإسلام تيمية من المجلد الأول للمجلد الثامن وقدام ما في مجلد يكاد يخلو من ذكر الجهمية، يرد عليهم، يرد يرد. العقيدة الثالثة، ودي من أخبث العقائد، أنهم يعتقدون أن الإيمان مجرد المعرفة. يعني بيقولوا الإيمان تعرف الله بس، ما شرط تنطق بلسانك تقول آمنت بالله كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله، ولا شرط تعتقد بقلبك، ولا شرط تصلي وتصوم، ده كله ما شرط. بل قال شيخ الإسلام تيمية: الجهمية يعتقدون أن الذي يعرف الله، الله فيه، يعرف وجود الله، فإنه مؤمن، وإن سب الله وإن سب رسول الله وإن قتل نبيا من الأنبياء وإن أتى بكتاب الله فوضعه فوطئه بقدميه. قال بيعتقدوا إنه ده مؤمن، مش الله هم بس عرفت الله أنت مؤمن بس، هو إبليس عارف الله. قال: أنا خير منه، شنو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ربي: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني، ما في فرق، في سورة الحجر. وفرعون ذاته بقلبه عارف في الله، هو بيتكبر زاي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، شغل رمت لزاي، لكن عارف، عارف الله. قال عارف، قال فرعون ده عارف. والدليل في سورة النمل، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها، متيقن جوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا قلت لك بالدارجة زاي، لكنهم ظلما وعلوا. قال الفيروز بادي: الجحود رد الحق مع العلم به. برر الداو وجوع، عشان كذا في الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف الزول ده كيف، ذاته ما زمان ديل بني إسرائيل وكذا وكذا، ما قال آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني جابهم هم ذاته بيسخر بهم، لكن حاول، لكن في النهاية الله قال: الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. شوف، قال: حتى إذا أغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله، جاب ذاته بالتوحيد، لا إله إلا الذي، يعني أنا ذاتي ما إله، أما إذا عصر قال أنا ذاتي لا إله،
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الغريبة في جامعة أم درمان خش علينا واحد لابس طاقية قال فرعون ده موحد. في أم درمان إسلامية هنا؟ أقسم بالله الذي لا إله غيره مسجلة رفعوها في النت وناقشنا فيها كمان. خش قال فرعون ده موحد معروف. أقول أم فرعون موحد؟ ذات إبليس يمكن يمشي يضحك لما يغمر فيها ذاته. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. وعلق على الكلام الشيخ محمد حامد الفقي وهو مصري قال أول من بنى على القبور المساجد من هذه الأمة هم العبيديون الفاطميون، وذلك كان في القاهرة في مصر في قبر الحسين. الأول ناس